إذن أنت تريد أن تسرق النجمة الذهبية وبهذه السهولة؟ لماذا لا تجيب؟ لماذا أجيب؟ تريد أن تسرق النجمة الذهبية، أليس كذلك؟ لم أكن أقصد ذلك. وما قصدك إذن؟ كنت أريد أن أراها فقط، وما حاجتي بها؟ وتكذب أيضا؟ لماذا أكذب؟ ألست تريد أن تأخذها إلى السلطان محي الدين لكي يزوجك بالأميرة زمردة؟ كيف عرفت ذلك؟ بحق من خلق الأرض والسماء؟ هذا ليس من شأنك. المهم، تمنى علي نوع الميتة التي تريد. اعفو عني، يعفو عنك الله. لا تتكلم كثيرا، فسوف اجعلك طعاما للوحوش. ارحمني يرحمك الله. من اين لك هذا الخاتم؟ إنه من صديق لي. هذا الخاتم لأخي حبطرش. ماذا؟ حبطرش إذن أخوك؟ نعم. إذن أنت الصياد الذي أطلق سراح حبطرش من الكمكم؟ نعم، أنا هو. لقد كتب لك الله النجاة أيها الصياد. إذن فقد عفوت عني. إذن نعم، لقد أخبرني أخي حبطرش بالذي جرى معه. حمدا لله الذي أنقذ حياتي. والآن أما زلت في حاجة إلى تلك النجمة الذهبية؟ نعم، أنا بحاجة إليها. أعلم أيها الصياد، إنني أحرس هذه النجمة منذ 50 سنة، ولم أسمح لأحد بأخذها. ولماذا تحرسها؟ أقصد، ما فائدة وجودها هنا؟ هذه النجمة الذهبية هي رمزنا نحن معشر المردة، كل مارد منا يحرسها لمدة 100 سنة بالتناوب. إذن لن أستطيع أن آخذ النجمة؟ إلا إذا خرجت روحي من جسدي. إذا أنا لم آخذ النجمة الذهبية فلن أحصل على الأميرة زمردة. أعلم ذلك، ولكن ليست لي حيلة. حتى لو طلبت من حبطرش إحضارها لي؟ ماذا تقول؟ أظنك سمعت ما قلت. لا أظنك تفعل ذلك لأني عفوت عنك. اسمع، عندي فكرة. وما هذه الفكرة؟ حول النجمة الذهبية. وما هذا الرأي؟ أن تعطيني النجمة الذهبية فأتزوج من الأميرة زمردة وأعيد إليك النجمة. وما الضمان لذلك؟ تستطيع أن تسترد النجمة الذهبية بلحظة بقوتك، وتكون حياتي بين يديك.